سيدك يا طول عذراء القديسة وارد لا لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح. فخر رسلك للشهداء تهلي للصدقين ثبات الكلام فران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لو أتوعى نسجد لأن مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوم بلا نواح الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات في يوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحبس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بمعمودية واحدة المفرد خطايا تذروا قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. إلك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحم ذا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وطاقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا اللهم اجعلنا مساقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليتم ملكوتك وأؤنم طاي وطاي نم وأؤو انت بنجات رياس بيوت نم بشيري نم ببن بماي السواب خنو هيريني نم وكوتج انت أوي موادس السواب إن كاسو ليكنا بستوليكنا كليسيا تيفنوتي أمين أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي يا جيف مفي ان ارمي اف اون نات بولي اف شويس او اف صوت بنتي او مفي اف ارشاينات نيفي فيا نبرز بورا شوفو اروك اقلي سواب نوتي نوتي في زمروت نجيب نوتي بيوت بيبانتو كراتور آمين في زمروت
تن جابف نوغانيس انشيريس وسبي خريستوس بن شوي آمين افز مروت ان جابب نف ماي سوى بن باراكليتو آمين واحد والاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس امين معك الرئاسه في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك اقسم الرب ولم يندم انك انت هو الكائن الى الابد على طقس ملكه صداق يا ابان القديس رئيس الكهنه الباب الانبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباو المكرم البار الأنبتاء أكل إله السماء يثبتكم على كراسيكم سنين عديدة وأزمنة سلامية ويخدع جميع أعداءكم تحت أقدامكم سريعا نطلبها من المسيح عنا ليغفر لنا خطايانا بسلام كعظيم رحمة آتي فلوجيتوس كيريوس أسيوس يستوس يوناس آمين يستوس تيرو اسمه إبشو إسمارو اسمه يروفين جنيلا أستيرو جابيب نايتاق رويري يقولوا أنت مسمين تبشويس شوب شائن أمين هللويا تكفى بطريك إيوك أجيب نظماتي كننكاي كيخصوصي أون الثوني أون أمين هللويا إيرن باسي قبن غماتي مارن شبه موتن تطفن بريفر مصنعي فنيت بنوت ويوتن بن شويس وو بن نوت يو بن سوتيريسوس بيا خريستوس جي أفسرنسكي بازين يقون هروي سنيرون أفاريرون شبتنيرون تياسو إيرون أفتيتو تنفن تنشاريتا يونوساي انسوف اون مارين تيروفو بوس انتف اريه ايرون هن بايكي وسوا فايم نوتيرون تيبن اونخ هن هريني نفن زبي بانتو كراتو ريب شوي سيبن نوتي سابق شاستي ايريا لايخو ابني ويب شوي سيبن نوتي بي بانتو كراتو افيوتن بن شويس وبن نوتي وبن سوتير إيسوس بي خريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة رمونك ارحمنا الله يترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالة وطلبات قديسي منهم بالصلاح أن في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الطاهر الباب البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبتاء أكلا ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب وارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا الذي لك
أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. هذا اليوم القمام سوى قصوص الشمس الكيلوس كل الشعب وضعفي يكون محالة لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا، فمن نظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك قديس ساويرس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أصناس الرسول القديس بطرس خاتم شهد رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس ومن أفواه الثلاثة 118 مكتملة من قيام 50 من القسطنطينية المئتين بأفسوس ومن فم رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني فم حقا. رسول يا أبينا الأسقف المكرم أنبا تفلا. Marcos
تيروثيب شوي صريم وطنان بكو بولنتين النوبي إيتني أفشي أنت بأصلوب روسي مارتي روز بشوي سي أروجا جيو دوروز بسترات اللاتي فلو باتر مركوريوس أفا مينا أنتني بايات بأجيوس أفا فيكتور فيكتوري بشو ساري مضال بكوي بول شين النوبي هيتني مشين تبي أصلو بوروثي مارتي روث كيري وانت بمار تيروثي بشوي ساري مطنان بكو بول انتين النوبي هيتني مشين بنيوت الصواب ذكرون أبا أبرام بأبس كوبوس بشوي سريم وظنان بكو بولنتين النوبي هي تني فشي انتني يسوى بنت باي ايو بيوه بيوه كطب فرانب شوي ثري متنان بكو بولنتين النوبي هي تنو افشي عري بولكن بنيوت الطايوت ارشي ارس بابا ابا سواد روسي شوي ثري متنان بكو بولنتين النوبي هي تنو افشي عري بولكن بنيوت الطايوت انذيك هون صفاتك نبي بكوبو ثبت شو صاري امود نالي بكو قول انتين النوبي تنخشت موكو بخير صوت نمبك يو تنهاغا صوت نمبي ابن وما اسقوان جي اكيك صوت آمين اس اشو او بي البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا آمين. ماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك عملوا البر نالوا المواعيد سدوا أفواه أسود أخمدوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا في الضعف صاروا أقوياء في الحروب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاح لكي ينالوا القيامة الفاضلة وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس رجموا نشروا بالمناشير جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في فراء وجلود معزة معوزين متضايقين متألمين
هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا المواعيد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في جهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا سيدي وأبائي وإخوتي الجميع، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا، آمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب، خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأنات. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم، وإن كان واحد منكم قد ناله تعبا فليصلي، والفرح القلب فليرتل، وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو كسوس الكنيسة ليصلوا عليه ويدنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه، وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمارها. يا إخوتي اصدل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحد، فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسا من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق
ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط، وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعاه برسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى آخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا، مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم السادس عشر من شهر هاتور المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم، وأنتم مغفوري الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. أمين. يوافق هذا اليوم من كل عام بدء صوم الميلاد المجيد في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، والذي ينتهي بعيد ميلاد مخلصنا الصالح ربنا يسوع المسيح. نسأل إلهنا متمم خلاصنا الذي تنازل كالتدبير لفداء جنس البشر أن يعيننا على العمل بما يرضيه في هذا الصوم المقدس وكل أيام حياتنا، ويقبل أصوامنا وصلواتنا له المجد الدائم إلى الأبد. أمين. وفيها أيضا تم تكريس كنيسة القديس أبو نوفر السائح التي كانت بالقاهرة، وقد عاش القديس أبو نوفر في البراري الداخلية مدة 60 سنة لم يرى فيها وجه إنسان، ووصل إلى درجة السياحة، وكان يعيش في البرية إلى جانب نخلة وعين ماء، فتطرح له النخلة بلحا يكفيه السنة كلها ويشرب من عين الماء. وفي آخر حياته ذهب للقديس بفنوتيوس المتوحد، وعرف قصة القديس أبو نفر، ثم كفنه ودفنه في مغارته، وكتب سيرته منفعة للأجيال، وبنيت على اسمه بعض الكنائس. بركة صلواته فلتكن معنا. أمين. وفيها أيضا استشهد القديس يوستوس الأسقف الذي نال إكليل الشهادة على يد مكسيميانوس الأمير، بعد أن عذبه عذابات شديدة من أجل إنكار الإيمان. بركة صلواته فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا من سنة 691 للشهداء 974 ميلادية تنيح الأب القديس البابا مينا الثاني البطريرك 61 وبطريركة الكرسي المرقوسي. ولد وتربى في بلدة صندلة إحدى قرى محافظة كفر الشيخ حاليا، من أبوين مسيحيين، ولما كبر زوجاه رغم إرادته، لكنه اتفق مع زوجته أن يعيش معا حياة البتولية، ثم استأذنها وذهب إلى برية شهيد وترهب في برية مكاروس الكبير حيث صار سيرة صالحة. بعد نياحة البابا ثاوفيلوس البطريرك 60 استقر رأي الأساقفة والشعب على الأب مينا ليصير بطريركا، فتمت سيامته في 11 كهر سنة 673 للشهداء 956 ميلادية، ولكن قاومه بعض الشعب بحجة أنه كان متزوجا. ولما عرفوا أنه لم يعرف زوجته معرفة الزواج البتة، عدلوا عن رأيهم واعتبروه مستحقا لرتبته وخضعوا له. لاقى هذا القديس متاعب كثيرة احتملها بصبر وصلوات وأصوام، تنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي حوالي 18 عاما. بركة صلواته فلتكن معنا. أمين. وفيه أيضا تنيح القديس نيلوس السينائي. ولد هذا القديس نحو منتصف القرن الرابع الميلادي من أسرة مسيحية غنية، رباه والده تربية مسيحية حقيقية،
فنشأ متحليا بالفضائل الروحية كما نبغ في العلوم والآداب، مما جعل الإمبراطور سادوسوس الكبير يرفعه إلى أعظم مراتب المملكة. ثم تزوج وأنجب ولدا وبنتا، ولكنه اشتاق إلى حياة الرهبنة وذهد في أمور هذا العالم، فاتفق مع زوجته وترك مدينة القسطنطينية وذهب إلى دير طور سيناء. عاش هناك عيشة الوحدة والتجرد، هو وابنه المدعو ثأودوروس الذي كان يشارك أباه حياة الوحدة والتجرد. أما زوجته وابنته فعاشتا في أحد أديرة الراهبات. داوم القديس نيلوس على الجهاد وقتال الشياطين، وكان ينتصر بقوة الله، وصارت له خبرة كبيرة في هذا المجال، وكتب رسائل تعزية وتشجيع لبعض الرهبان يقول فيها: يجب ألا تخيفكم محاربات الأرواح الشريرة ولا حتى ظهورهم في شكل حيات وعقارب أو وحوش مفترسة، فمثل هذه الأمور قابلناها كثيرا وهي كالعدم ما دمتم متزرعين بالأسلحة الروحية. وله أقوال رهبانية أخرى كثيرة. هجم بعض الجنود على البرية حوالي سنة 430 ميلادية، وأخذوا الابن ثأودوروس أسيرا وباعوه كعبد في فلسطين، فحزن عليه القديس نيلوس وبحث عنه حتى وجده، فرجع به إلى الدير وثابر على أعمال النسك والعبادة إلى أن تقدم في السن وتنيح بشيخوه صالحة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم للأبد، أمين. أجيوس أوس أجيوس شيروس أجيوس صناتوس أو إكبر سينو جنيتس ليسون ماس أجيوس أوس أجيوس شيروس أجيوس صناتوس أو ستبروتس ديمس ليسون ماس أجيوس أوس أوس أجيوس شيروس أجيوس صناتوس أو أناس سبتون نكرون تأنيلسون يسوس ورانوس ليسون مزوك سبتريكيو كأجيو بنفماتي كنكأي كأسوس أوناسون أونا أمين جترياس إلي صوني ما سيل إبي أبروسف كيستا سيتي إيرني باسي إطوم نغماتي إيفو السيد رب يسوع المسيح إلهنا الذي خضب تلاميذ القديسين ورسله الأطهار مكرمين قائلا: إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب وارحم. واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. هللو يا ماروت شافخن تكليسيا انت بفلا اوه مارو اسمو ايروفيت كتدرا انتيني ابرز فيت ايرو جاف كون اوميتيوت ام فريتن انيسو اف انا فينجينيت فوتون اف اي اف اوركن جيب شوي سوان نف او ام ان جين فو
بوك بيف او بشايني قطع التكفين ثم الشيث ايدك شو يسوي نمك بنيوت سواف بطري ارشيد بابا فاتا وادرس بماي اسمع نم بنيوت نيبس كوبس افا تا اكلب شو يسف اعري ابتن اون قفوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصم من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير الرسول الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته علينا مين الصديق كالنخلة يزهر وكمثل أرز لبنان ينمو مغروسين في بيت الرب وفي ديار بيت إلهنا زاهرين هللويا فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الكيسادك الليل يا الرب عن يمينك يا أبانا الطاهر البابا البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباتك لا الرب يحفظ لنا حياتكما آمين باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى كنزا في السماوات لا يفنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا اعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقاب فكونوا أنتم أيضا مستعدين
فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. والمجد لله دائما. شنقول وعظة بس هنقول شكر واجب يعني. بنشكر الله على أن أتى بنا إلى هذه الساعة، ونشكره على أنه ساعدنا وأتم بنا هذا المكان المبارك. ما كانش موجود من فترة، لكن بدايته كانت مع المتنية حبونا بطرس، وهو اللي بدأ هذا المكان، وبعد نياحته استكمل المسيرة أبونا برنابة اللي تعب في توضيب هذا المكان وتجهيزه بالصورة الجميلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. ربنا يعوض الاثنين ويباركهم ويدينا جميعا ان احنا نعمل لربنا عمل يرضيه ويفرح قلبه. العمل اللي مفروض نقدمه لربنا لازم يبقى دايما في اجمل صورة واجمل شكل. لما نقدم لربنا حاجة لازم نقدم له شيء يليق به، وعشان كده احنا بنحاول ان احنا لما نعمل العمل نعمله بصورة بهية وجميلة، لان الكنيسة زي السماء، ونقول كما في السماء كذلك على الارض. في زكاة الكنيسة جميلة، ده جزء من السماء الجميل. السماء اللي بنبص عليها نلاقيها مزدانة بالنجوم والكواكب، لازم الكنيسة تبقى مزدانة بالانوار ومزدانة بالصور بتاعة القديسين اللي هم كأنهم كواكب بتنير في الارض وفي السماء. ربنا يبارك لكل واحد تعب، وكل واحد بذل، وكل واحد قدم عطاء، وكل واحد قدم ولو مجهود بسيط. ربنا يبارك الكل ويدينا ان احنا نبقى نفسنا احنا كنيسه، مش بس نحضر في الكنيسه، لكن كمان احنا نبقى كنيسه. يترفع منا صلوات لربنا، ويترفع مننا طلبات، ويبقى افكارنا مقدسه زي الكنيسه، وربنا يستريح ان يسكن في داخلنا زي ما بيستريح أن يسكن في بيته. ربنا يبارك في هذا المكان وفي كل الموجودين فيه، وربنا يبارك ويعوض كل من له تعب. وطبعا ما ننساش نشكر قناة ميسات على محبتهم وتعبهم وحضورهم معانا مخصوص عشان يصوروا هذا اليوم. نيافة الحبر الجليل أنبا أرامية، ربنا يبارك في حياته وعوضه خير. والإخوة الحلوين المباركين اللي بيصوروا وتعبوا وسافروا جم من مصر مخصوص وهيرجعوا تاني بعد هذا القداس. ربنا يبارك الكل وحافظ عليكم ويديكم أن تكونوا ثابتين في اسمه إلى النفس الأخير. لا إلهنا المجد دائما أبديا أمين. أنية طوخن أمث منيف أواب انتبايه بأواي بأواي كاتب بفرن من راتي تبخير الصوت أرب رزبابي ناري يكون أتشيس نفترن تصوتو كثماري أسمى بن صوتي تبكان النوفي ما نبول جيف اسماروتي جيفيوت نمشيرين ببن وما انصواب تترية سجي كبول تنقوش تموث تنتي اونا ان صوفي سبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق مساو الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس فصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب،
وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسم الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمفروض الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية. تين قشت بالخائط انت انا صافي سنتين رفموت نم بيقون خنت بيقون نيو تسمحونا لا حلل سيدنا حللنا واذكرنا في صلاتك اشليل ايرني باسي قمنا وماتي يسو يا الله العظيم الابدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالين وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ورحمة بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تثار الشر الملبس الموت واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربي قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورادتنا على الشرق انظروا ننصر في شفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفر خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب فلنشكر الرب مستحق وعاد اكسيون كذيكيون اليسوس غارخن ام اسمي اكسيون كذيكيون ايها الكائن السيد رب الاله الحق الكائن قبل الظهور المالك الى الابد
الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجيل واسقفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة، وإلى شرق انظروا، انجاني شالوبيم اسمهم ظلمني سرافيم نبي صوو انت نفرم نسخنو منفو لنتكارو ابقو امو برسخو شروبيم في وشت موت نمني في رفي فتي اوناك بوشي بولف قوهم موت اجيوس 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 كيريوت فابا أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. الفوقان من الماء والروح
واجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالح وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله كرحمتك يا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أكذا خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتان نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين ونظرا إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين نؤمن ونعترف تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين بايريتي أون بك أبوت من انصاب زبنون أبسط في بلخين أقربن مؤمو إطاف شبه موت Amen.
تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورداءات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت الخبز يجعله جسدا مقدسا له نؤمن وهذه الكأس أيضا دما كريما لعهده الجديد الذي له وأيضا نؤمن يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولية صلوا من أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية بالدم الكريم النازل مسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا أذكر يا رب بطريرك الآب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تكلا صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية
وشريكه في الخدمة الرسولية، أبينا الأسقف الطبا والمكرم البار الأنبتكلا وسائر سقفتنا الأرثوذكسية. يا رب ارحم. والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة، يرون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة، العبود يكونين سبع أغماط كنيستي إلا يا رب ارحم. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطه كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الاب ضابطا القدس. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات يا بين الارثوذكسيين. من خلاصنا لم مدينة نادي وسال من الأقلم والجزائر ولا ديرا يا رب ارحم. والساكنين فيها بمان تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلى هنا، لتنمو وتكسر لأن تكمل بثمرة عظيمة، يتحنن على جبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اسعدها مقدارك نعمتك، فرح وجه الأرض ليروح ورصها تكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطي طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب
شويسو أساني بنت بكمونو جي إني سنشيري إسرين رجبير إبير بنتين يسوى بنتك أريكتك سنيم شويس انت كرب ما بين يسوى بتيرو اتبرنك يجينب نيوتي اسواب ني بطريرشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني رنفيوش ني فانجلستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبن بماني فينين اسمي اتفقو كيفول خين ابنا آتي إن هو زيسي صواب اسمينوت إت أويم بارسينو سنسيوني فين تيسي أوتوكو سيصواب تياجي ما Logos chen omen esmi nembergios Ioannes biebromos envaptistis oem martyros nembergios Stephanos biarchis iakonos obroto martyros nembisioromos evangelistis Marcos me apostolos es martiros al patriarca el qedis saviros wa muallimna dis qoros والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا في الميزاب والقديس أودوسيوس والقديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس رغوريس الناطق بالإلهيات والقديس رغوريس صانع العجائب والقديس رغوريوس الأرماني والتلتمية وثمانتاشر المجتمعين بنقيا والمية والخمسين بمدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس وأبان الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يحنس القموس وأبانا أنبا بشوير البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح نم بنيو طابا بلبرم طموه نميزك إل بفماسيتيس نم ناشوي سنيوتي صواب الروميوس ماكسيموس نم دوميديوس نم بيهمي بسيت مارتيروس نيخلو انت شهيد نم بيغور سوى بابا مو سي نم يوانس كامي ببرز بيتيروس نم بنيوت أبا دانيل بيغومينوس نم بنيوت أبا سيزوروس ببرز بيتيروس نم بنيوت أبا بلامون بيانا خوريتيس نم بنيوت أبا بخوم فاتي كونونيا نمسي أودوروس بفماسيتيس نم بنيوت أبا شنوتي بأرشي مندريتيس نم أبا ويصا بفماسيتيس نم بنيوت أبا نوفير نم بنيوت أبا كاروس نم بنيوت بفنوتيوس نم بنيوت أبا يوانس بيانا خوريتيس نم بنيوت أبا سامويل بأمولوجيتيس
نم يوستوس نم أبولو نف ماسي إيتيس نم بنيوت أوا تكلهي منوت بصافش ببرز فيتيروس نم بنيوت أوا تيجي تفاين بفوريج نم بنيوت أوا برام ببسكوبو سنتفيوم نم جيزا نم ميخائيل البحر به غومينوس بف ماسي إيتيس نم بنيوت سوا بن بطري يرشيس آفا كيرلوس بما سوء نم بآجيوس حبيب جيريجيس بأرش زيا كن نم بخوروس تير انتيني سوا بن طاق نايته والهيتين نوتوه نم نوتوب ناين انتي لو افسوب اوه ما تغونز ببكرانس اوهب ان طاف موتي ام موف اهري اغو نيطوش مروطاو نيران انتن نيوتي سواب بطري ارشيس طابن كوت شوي سمايم تنو يبسي شتير ووهن تفكر النو وفينان إيفون إيفو اسمو إسوه شوبين من آمين ذوك ساسي تنتوين او اوران نمنيتم بنت او او نيت خنف مبئيم بي اوي بي اوي نمنيتن ختي إن أن إطافن كوت أب إمتو نمو خنف ناتي إمبي إخرستو تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك القمص شنود القمص جرجس والقمص لوء جبرائيل والقمص بنيامين واقيم والقمص استفانوس صبحي والقمص بطرس منصور وتصوني أنجيل في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان
احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر الدهور. آمين. واهدنا يا رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل يا ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية غير المائتة. آمين. الجسد المقدس نسجد للجسد المقدس والدم الكريم وللدم الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا. أمين أمين. صلوا يا رب وارحم. بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا. السيد والرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد. يا ليثون كيريا ليثون يا رب رحام. يا معين الملتجئين إليه يا رجاء الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشاروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. يا الله الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا. ليثون كيريا ليثون يا رب ارحم. طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا وقلوبنا وعيوننا وافهامنا وافكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرو بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله إلى أبي القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تسكيف على سمون تكريو اكلنا شركه في الختم الرسول يا ابينا الاسقف المكرم انبا تكلا اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها المستحق على مع روحك كانت البقاء وفي الله يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس ايرني باسي جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين اجيون تيميون سماكي مالي سنون ايسو خريستو تويوتو ثيو امو اون امين امين جسد ودمع مانوئيل الهنا هذا هو بالحقيقه امين حقا امين 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 اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والده الاله القديسه الطاهره مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين طلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد الليل ويا صلوا من أجل التناء ولباستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية كريالا آه
آه